السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعين قناة رجاء التعليمية، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحة وافضل حال. النهاردة ان شاء الله جايبين امتحان مجمع للوحدات نمبر 4 و5 وام 6 علشان ندرب عليها اولادنا ونشوف عشان موضوع التقييمات. يلا نبدأ ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. listen and number، طبعا هنستمع ونرقم تحت الصورة. نمبر 1 زو، نمبر 2 كلوك، بينجوين، تلفزيون، اولد. نشوف كده هنرقم ازاي. اول صورة او اول بيكتشر عندنا هنحطها اللي هي كلمة اولد نمبر 5، نمبر 5، ودي بينجوين اللي هو نمبر 3، نمبر 1 اللي هي زو، ودي تلفزيون زي ما هي نمبر 4، ودي كلوك نمبر 2. كمل التست بتاعنا. listen and complete. what's in the living room. What's in the living room? There is a television. Look and vote yes or no. She is an acrobat. No, it's a dog trainer. There are 5 carrots. 1, 2, 3, 4, 5. Yes. She plants a tree. No, she rides a bike. He is a teacher. No, he is a clown. ونشوف السؤال بتاع scramble and write اللي هو طبعا رتب حروف الكلمة. أول كلمة عندنا اللي هي tend, T E N T. طيب والتانية jump, G U J U M P, jump. وهنا table اللي هي المنضدة table، وهنا lion اللي هو الأسد. نكمل كده السؤال اللي بعده. write the missing letter. وأول كلمة عندنا cupboard اللي هي O A، وهنا sweep اللي هي يكنس double E، وهنا panda A D، و juggler G G. نكمل. rearrange the following to make sentences. cats how many we there we are. هنكتب طبعا how many cats are there. how many cats are there يعني كم عدد القطط هنا او هناك. he is fat يعني هو سمين أو تخين. there are 3 sheep. there are 3 sheep. نكمل بقية الامتحان. write sentences under picture. طبعا دي هنكتب it's a coin. It's a coin. إنه عملة معدنية. It's a cow. It's a cow. طيب نكمل. هنا زي ما قلنا هنحط الـ I capital letter وهنحط full stop في نهاية البنكتويت. وهنا what does he look like. كل اللي هنعمله طبعا دي capital letter W. وهنا هنحط علامة كوتشن مارك. وبكده أكون خلصت معاكم تيست على مجمع على يونت 4 و5 و6 للصف الثالث الابتدائي. تمنياتنا بالتوفيق لجميع الطلبة والطالبات. باي باي.